بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد قال باب قول اللهم اغفر لي ان شئت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله فهذه الكلمة اللهم اغفر لي إن شئت هذه غير لائقة في حق الله سبحانه وتعالى ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول العبد لله اغفر لي إن شئت بل يقول اللهم اغفر لي وارحمني ليعزم المسألة ولا يجعل فيها استثناء فإن الله قال صلى الله عليه وسلم فإن الله لا مكره له نعم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فهذه الكلمة فيها محذوران، اللهم اغفر لي إن شئت. أحدهما أنه يفهم منها أن الله سبحانه وتعالى له من يكرهه على الفعل. والله جل وعلا لا مكره له يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. والامر الثاني ان هذا الطلب فيه فتور كانه يقول ان حصل هذا والا فليس بلازم اغفر لي ان شئت يعني ان حصل والا فليس بلازم وهذا لفظ منهي عنه في حق الله جل وعلا نعم قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد قوله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه بخلاف العبد فانه قد يعطي السائل مسالته لحاجته اليه او لخوفه او رجائه فيعطيه مسالته وهو كاره فاللائق بالسائل للمخلوق ان يعلق حصول حاجته على مشيئه المسؤول مخافه ان يعطيه وهو كاره بخلاف رب العالمين فانه تعالى لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه وكلهم فقير اليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفه عين وعطاؤه كلام نعم فالمحذور من هذا والله اعلم لا يقول الله لربه اغفر لي ان شئت لأنه كأنه يقول إن حصل المطلوب وإلا فليس بلازم مع أنه مضطر إليه مضطر إلى ما يطلبه من ربه سبحانه وتعالى هذا من قبل العبد أنه ليس يعني يدعو الله وهو ليس ب ليس بحريص ليس بحريص يقول إن حصل وإلا مع أنه بأشد الحاجة إلى ذلك والأمر الثاني وهو أعظم أن هذا يفهم من أن الله يعطي وهو مكره ولكن يضطره الموقف من أن يترك العبد وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى هذا المعنى منفي عن الله عز وجل على كل حال المطلوب أن يعزم المسألة في دعوة في دعائه لربه ولا يتردد في حصول الطلب فإن الله أول شيء لا مكره له حتى تقول إن شئت نعم والأمر الثاني أن الله يحب أن يرحم عباده وهو لا يكرهه احد على ما يفعل سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار نعم بخلاف رب العالمين فانه تعالى لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه وكلهم فقير اليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفه عين وعطاؤه كلام عطاؤه سبحانه وتعالى كلام بان يقول للشيخ فيكون ولا يتردد في اكرامه لعبده اذا دعاه وتوسل اليه وتضرع اليه انه جواد كريم يبادر سبحانه بقضاء حاجه عبده وهو القريب المجيب السميع البصير الغني الكريم غني كريم جمع بين الصفتين أنه غني وأنه كريم نعم وفي الحديث يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة يمين الله أي آه الله جل وعلا كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى فيمين الله ملأ بالخير لا يغيضها نفقه فهو ينفق أرأيتم ما انفق منذ خلق السماوات والأرض فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يغض ما في يمينه فالله جل وعلا ينفق ولا ينقص ما عنده لا لا ينقص ما عنده من الخير والفضل والإحسان خلاف المخلوق فإنه إذا أنفق نقص ما عنده وقد ينقضي ما عنده وينتهي نعم وفي الحديث يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار سحاء الليل والنهار لأنها لأنه جل وعلا ينفق بالليل والنهار على عباده ومع هذا لا ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى بل يزيد وفضله سبحانه يتجدد وخيره يتكاثر فإذا أنفق فإنه لا ينقص ما عنده خلاف المخلوق فإنه إذا أنفق نقص ما عنده نعم أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه نعم الله جل وعلا ينفق بغير حساب ويا ولا يغيض ما في يمينه من الخير وما في يمينه من العطاء والكرم والجود خلاف المخلوق فانه اذا انفق ينقص ما معه حتى ربما يتناهى ولا يبقى معه شيء اما الله جل وعلا فانه ينفق ولا يغيض ذلك ما في يمينه ويده سحاء بالعطاء الليل والنهار، ماذا انفق منذ خلق السماوات والأرض لا يحصيه إلا الله، ومع هذا لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى، نعم. وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه. القسط وهو العدل بين الناس. نعم. يعطي تعالى لحكمة. ويمنع لحكمة وهو الحكيم الخبير. يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. فهو سبحانه الحكيم الخبير وكل تصرفاته وعطائه وفضله وإحسانه مبني على الحكمة والحكمة وضع الشيء في موضعه هذه هي الحكمة. نعم. يعطي سبحانه وتعالى لحكمة ويمنع لحكمة وهو الحكيم الخبير فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة فإنه لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. نعم فالله جل وعلا لا يقال له إن شئت اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت. ليعزم المسألة وليقل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ويترك لفظة إن شئت لأنها تشعر بأن الله يعطي وهو يكره أو أن أحدا يكرهه على أفعاله جل وعلا وهو العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم القدير على كل شيء الغني الذي لا يغيظ الإنفاق من ما معه أو ما عنده من الخير والبركات نعم وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه ويعظم في ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم العظائم نعم هذا المتنبي يعظم في عين الصغير صغارها أي المسائل، نعم. ويصغر في عين العظيم العظائم. ويصغر في عين العظيم وهو الله جل وعلا العظائم. فهي صغيرة بالنسبة إلى الله جل وعلا لكمال غناه وكمال رحمته وكمال جوده. نعم. وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا والا فان العبد يعطي تاره ويمنع اكثر ويعطي كرها والبخل عليه اغلب وبالنسبه الى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم واما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر يجود بالنوال قبل السؤال من حين وضعت النطفه في الرحم فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة يربيه أحسن تربية فإذا وضعت أمه عطف عليها فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده هذا ما ينزل من الله من الرحمة والإحسان إلى العبد أولا وهو في بطن أمه فإن الله جل وعلا يراعيه في بطن أمه ويحفظه حتى يخرج سليما بالولادة السليمة ثم يربيه بنعمه حتى يكبر ويكسب يقدر على الكسب فهو جل وعلا مع عبده منذ كونه منذ كونه نطفة إلى ما لا نهاية له نعم ورباه بنعم حتى يبلغ أشده يتقلب في نعم الله مدة حياته فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه اضعاف مضاعفه فان كانت حياته على الايمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه اذا توفاه اضعاف اضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها الا الله مما اعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين فلا يزال نعم الله على العبد تتوالى منذ كونه في بطن أمه ثم إخراجه إلى الدنيا والله يرزقه ثم بعد ذلك إذا كبر فإن فضل الله عليه دار إلى أن ينتهي أجله والله ينفق عليه ويقدر له يقدر له الغنى ويرفع عنه الفقر ويكسبه الأموال كل ذلك من فضله وإحسانه على هذا الإنسان ولكن الإنسان قل أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويعرف هذه النعم من الله ويحمده عليها بسبب جهله بالله وبسبب غفلته عن الله جل وعلا. نعم. فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده. نعم والمخلوق إنما هو سبب فقط وأما المسبب والمتفضل فهو الله سبحانه وتعالى ولكن المخلوق يحمد على حسب ما يقوم به من من الخير وما يقوم به من العمل نحو من يحسن إليه يحمد على ذلك بقدر ما يحصل بقدر ما يحصل منه من الفضل والإحسان وأما الحمد المطلق والفضل المطلق فهو من الله جل وعلا نعم وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وان كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده فالله تعالى هو المحمود على النعم كلها فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ولهذا قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يعني تدعون الله جل وعلا ترفعون أصواتكم بالدعاء ليزيل الله عنكم هذه الكربة. فأنتم تدعونه لإنزال الخير وتدعونه لرفع الشر عنكم. نعم. وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما بما يصلح عبده من العطاء والمنع. نعم قد يسأله الله قد يسأل عبد الله قد يسأل العبد ربه فيؤخر الإجابة عنه لحكمة عظيمة لعلمه ان 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 هذا غير مناسب في هذا الوقت فيجريه له في وقت آخر احوج ما يكون اليه فهو يعلم احوال العبد وما يحتاج اليه في كل حالة فينزل عليه الفضل والإحسان في كل اوقاته وساعاته وفي كل احواله وهو يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح هذا الانسان وما يصلح له فيعطيه عن علم وحكمه واراده غالبه جل وعلا نعم وقد يمنع سبحانه عبده اذا ساله لحكمه وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر او ليعطيه اكثر فتبارك الله رب العالمين. ولذلك جاء النهي ان الانسان يقول قد سألت وسألت فلم ارى يستجاب لي ثم يترك الدعاء. الله جل وعلا يحثه على مداومة الدعاء من الله جل وعلا ولا ييأس ولا يقنط قد يكون تأخير الإجابة من صالحه الله أعلم سبحانه وتعالى بما يصلحه فيوخر الإجابة لأن ذلك من مصالحه إذ لو أجابه في الحال لتضرر فالله أعلم بمصالح عباده فعلى العبد أن يدعو الله ويكثر من الدعاء ويداوم على الدعاء ولا ييأس ويقول أنا دعوت ودعوت فلم أره يستجاب لي ثم يترك الدعاء وقوله ولمسلم وليعظم الرغبة أي في سؤاله ربه حاجته فإنه سبحانه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا نعم ولا يقول هذا ما يليق بي أن أسأل الله هذا, هذا, هذا الشيء بل الله جل وعلا لا يتعاظمه شيء أعطاه فيعظم الرابع عند الله ويعظم المسألة من الله والله يحب ذلك من عبده ويقدر على إعطاء عبده ما يليق به وبأحواله يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقول أنا قد دعوت ودعوت فلم اره يستجاب لي ثم يترك الدعاء. نعم. فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه اي ليس شيء عنده يعظم وان عظم في نفس المخلوق. نعم. لان سائل المخلوق لا يساله الا ما يهون عليه بذله بخلاف رب العالمين فان عطاءه كلام انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، والله جل وعلا يعطي وينفق الليل والنهار ولا يعلم مقدار عطائه إلا هو سبحانه وتعالى فإنه منذ خلق السماوات والأرض وهو ينفق على عباده ولا ينقص ذلك مما في يمينه سبحانه وتعالى بخلاف المخلوق فإنه إذا أنفق نقص ما عنده وقد ينتهي ما عنده أما الله جل وعلا فإنه لا تنقصه تنقص فضله وإحسانه النفقة على عباده نعم فإن عطاءه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون عطاءه لا يكلفه شيئا سبحانه وتعالى إنما يقول للشيء كن فيكون ولا ينال الله جل وعلا في ذلك مشقة كما ينال العبد وإنما هذا يزيد من كمال الله وجلاله وعظمته نعم فسبحان من لا يقدر الخلق قدره لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى نعم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء أن يقول إن شئت اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت وتعليل ذلك فإن الله لا مكره له نعم الثانية بيان العلة في ذلك يعني إن الله لا مكره له هذه العلة الثالثة قوله ليعزم المسألة يعزم المسألة ولا يتردد أو يقول هذا يعني يستحي من ربه أن يسأله بل يسأله كل شيء نعم الرابعة إعظام <applause> الرغبة إعظام الرغبة ولا يقول إن شئت أعطني إن شئت ارحمني إن شئت بل يعظم الرغبة من الله ويعزم المسألة والله جل وعلا لا مكره له. نعم. الخامسه التعليل لهذا الامر. ان الله لا مكره له بل هو يفعل ما يشاء سبحانه. نعم. والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.